السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أسماء الله الحسنى، وهو هذا الاسم لدفع البلاء والفقر والمصائب، لدفع المصائب، وهو سريع الاستجابة يقولون والله أعلم، وهو 134 مرة تذكره لقضاء الحاجات ولطلب الأشياء من عند الله سبحانه وتعالى، ولنيل الخشوع، لنيل الخشوع والتقرب إلى الله. ويعني تصبح تخشع، تقرأ القرآن تخشع، لنيل الخشوع بإذن الله هو أن تقول في السجود 111 مرة، يقولون تقول في السجود 111 مرة. أما إذا أردت أن تنال خيرات وتزيل العكوسات بإذن الله تقول 134 مرة في جلسة واحدة، ومن أحسن يكون في الصباح، وهو يا صمد، وهو اسم واحد مذكور، حتى أنهم يقولون أن هذا الاسم لأنه مذكور مرة واحدة في القرآن وفي سورة الإخلاص، وهو الصمد، الله الصمد، قل هو الله أحد، الله الصمد، يا صمد، هو واحد، اسم واحد مذكور في القرآن كله في سورة الإخلاص، الصمد، هو اسم عظيم تذكره بالعدد الذي قلته يوميا، وسيسخر الله لك أمورك بإذن الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير، مع السلامة.